اش واحد يبقى يصيفطوا لي ميساج تيقول لك راكم في ميريكان ما عندكم لا شباكيه لا شهيوات مغربيه لا والو. اش الشباكيه؟ اش الشباكيه مع راسك؟ دابا شي واحد تيبغيو يشدونا يفرعونا منين؟ وانتم ما عندكم لا شباكيه لا ملوين لا حتى شي لعبه، هاي الشباكيه في واشنطن ستيت، الشباكيه وصلت لواشنطن ستيت وانت مازال في المغرب. واحد لعبه اخرى عارف. تخيل معايا الصاط انا اوريكم واحد اللعيبه غادي تفقس مزيان. الملوي الملوي وصل الميريكان وصل واشنطن ستيت، عرفتي شنو واشنطن بعيده بزاف على المغرب، والملوي وصل الميريكان وانت مازال في المغرب. والله شو الحياه غير عادله وحق الرب، الحياه غير عادله. منين الشباك ديال الملوي وصل الميريكان وانت يا جالس المغرب؟ اسمح لي، هذه اهانه. كاين شي حاجه اخرى غتبان عليا بها عاوتاني؟ انا وريتك الشباكيه، انا وريتك الملوي، نوريك الكوكوت، الكوكوت كاينه. شنو اخر؟ بقى تعيق عليا لا انتم في ميريكان ما عندكمش شباكيه ما عندكمش، تيبغي يفقصوني فهمتيني، تيبغي يمرضني بنادم في المغرب، تيصيفط لي اللعيبه تيقول لك شوف انت في ميريكان كتبان علينا انا بحرامي. دابا فاش شاف الملوي كدا افقس بنادم، غيفقس دابا بنادم غيتفقاص، غيبقى يقول لك ما يمكنش فرعتينا. شنو اخر؟ وريوني شي حاجه كاينه عندكم ما عندناش حنا دابا نكونوها. الحريره سهل، الحريره ما حنا كتنفخ كتاكل كتشربها ما تبقاش تنوض من السداري. وانا في ميريكان ما يمكنلكش ما الحريره ما خداماش، علاش؟ لان لا شربتي الحريره هنا في ميريكان ما غتخدمش لا غدي، غيجريو عليك من الخدمه. الرايب واحد خونا كيبان عليا بالرايب، انا نوريك الرايب. شوف هات شدي انا نوريك الرايب فاش كيكمل قرايته، تسنى. اليوم غتتفكس اليوم فين داك اللي كيعيقوا عليا؟ الرايب بغيتي تبانوا عليا بالرايب؟ اوكي شتو سيدي، دابا في المغرب عندكم رايب واحد اللي معروف كيتباع بجوج دراهم، واقيلا انت دابا ولا ما شحال تيتباع. ها انت حل عويناتك، جميع انواع الرايب عندي. الرايب الاول ديال الفريز، الرايب الثاني بنان، وعندي ثلاثة أخرين في الثلاجة. أنا ما بغيتش نبقى نعمر عليا هنا، لأنني فاش غنسالي اللايف غنرجعهم من الثلاجة. هما الرايبيات جميع الألد. ونوريكم واحد الحاجة أخرى، هذا هو فلو، كتقولوا له في المغرب فلو ياك، هذا فلو فاش كيكمل قرايته هذا فلو. دابا شو قال لك الزميطة عين حتى الزميطة عين باش نكملوش معايا. شو كيعيقوا عليا؟ هما باغيين تشدوني من الزميطه السلو زعما؟ اه؟ شنو هو؟ حرام دابا من الزميطه وسلو ياك انا. اش هذا؟ اي او هذا؟ شوف هذاك الديسك شو دقه مراكشيه؟ اش هذا؟ اش هذا؟ شو سلو الزميطه وصلت لميريكان وانتم ما وصلتوش مازالين تمايا. والزميطه السلو بغاو يشدوني من الناس عاد هي كاينه. نعطيني الصحه. واحد الحاجه ما عندكمش انتوما هاد الايام عند الفلو، شكون اللي كياكل فلو مور شكون اللي كياكل فلو مور الفطور؟ الفلو عرفتي الفلو هو هذا. شوف اول فلو ها الديد، عرفتي فلو كي
عرفتي شي كيتزعزع فلو عرفتو عقلتو على فلو ياك الوالده كانت كديرو مع كتجيب كتشري صغير ورب في كريطه صغيره وكديرو مع الحليب وكيولي فلو. ها هو هو فلو. نوريكم شي حاجه اخرى ولا صافي؟ ها بقيتو كتبانو عليا زعما راني محروم شحال من حاجه في ميريكان وانت كتعذب وكذا. انت كلشي كان الشباكي السلو الملوي نزيدكم. يلا قولي شنو اخر عاوتاني فلو ديال الكراميل. شوف كتمشي وتجي في الجنان وي عرفتي شحال بنينه اخوتي هاد الفلو هذا داز ديال ميريكان جربوا هاد الفلو ردوا عليا شوف فين كيمشي ولي 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 يا رب والله الا لا واعر الفلو هذا مزيان لي طاجين. واحد خونا قال الطاجين ها هو مورايا كاع ما فيها ما نمشي نجيبو ها هو الطاجين ها شي واحد خونا يبغي يشدني من الطاجين قال هاي بلايس فين تكمل الطاجين؟ عندي شي طاجين صغير باش كتعرف وقت الاذان خويا عندنا التطبيق التطبيق كيبقى ديال مسلم برو ما عندكمش اخ النوش لا خويا ما عندناش هذاك والحمد لله اللي ما عندناش هذاك هو الحاجه الوحيده وشي وحدين اخرين اللي ما عندناش وما محتاجينوش وخلينا عليكم بصحتكم اخوتي شكون اللي باغي واش كاين شي بلاد باغا اخ النوش غير نتوما اللي باغيينو نخليه لكم نجيكم شي حاجه اخرى عاوتاني نفقسكم لكم شي حاجه اخرى نفقسكم عاوتاني انا اليوم شوف غادي نمرضكم اليوم غادي تصبحوا فاطرين اليوم نزيدكم واحد الحاجه اللي نتوما ما عندكمش وكنت حد شي واحد في امريكا يوريكم هاد اللعيبه هادي يلا عيق تقدر تعيق بها زعلوكا واش الدراري اليوم والبنات اليوم يقدروا يصابوك زعلوكا زعلوكا عرفتي زعلوكا عرفتي راه مايمكنش كناكل فيها حتى تنشبع كنصاوب منها بزاف وكنبقى نسخن منها عرفتي زعلوكا ما يعرفوش ولاد اليوم يديروها ولكن اهم حاجه الدراري غيشوفوا فيها دابا غيتفرشخوا دابا الدراري عرفتي هادي الدراري حتى الا كانت عندكم في المغرب غير الميلونج غير ماشي ديال الاصليه اوه لا يا رب الايزو يا سلام يا سلام سلم محبوبة الجماهير ما كاينش شي واحد كيمشي للاصال وما كيحماقش على هاد لا فرحتكم بهادي بالرجول زعلوكا والايزو وحق ربي لثنائي ما كاينش خو زين وريوني شي حاجة أخرى في المغرب عندكم حنا اصحابكم ما عندناش شوف حنا عايشين في ميريكان في الدول العالم الاولى هربانين بالاف السنين وزيدكم واحد الحاجه عندنا حتى الشباكيه والسلو والرايب وزعلوكا وكل شيء يعني راه باش تعيش بهادو كاملين راه داك اللي في المغرب دابا كيتفقص كيتعصب نوريكم واحد الحاجه اخرى عاوتاني انا كنت معاهم شوف اي واحد يقدر يشري الايزو يقدر يصاوب زعلو كان في سعرضو يتحداوني كدا ولكن شوف كنت حدا شي واحد هنايا في ميريكا في اوروبا كنت حدا شي واحد يوريني هادي هاد الكوكوت هادي معروفه اكثر مني هادي هاد الكوكوت هادي مشات لبوسطن مشات لتكساس دارت من الايست حتى الويست وطلعت عندنا لواشنطن ستيت هاد الكوكو هادي دوزت معايا طنجه دوزت معايا فاش كنت في طنجه ساكن واحد 7 شهور
ما خلات معايا فين مشات. اقسم بالله الجوسه اللي جلست معايا في طنجه 7 شهور وكبست معايا في الطياره وخرجت للمغرب وصلت لبوسطن ومشات لتكساس وهي طلعت لواشنطن ستيت. كوكوت في امريكا الوالده واقيلا كانت شرات بشي 3000 ريال واقيلا بقيت عاقل. عرفتي شحال؟ وعرفتي شحال ومازال خدامه والله ما لازم مازال خدامه. لا شوف شوف اي واحد كنت حدا اي واحد فيكم يوريني كوكوت. انا هو داك الدري امريكانو كنت حدا شي واحد امريكان يوريني كوكوت كنت حداهم لانهم ما كيخلوش يدوزوهم من المطار.